الهدف من هذه الأبواب هو التعريف والترويج للمنتوج المحلي للولوج به إلى الأسواق العالمية، نظرا لهذه الشعبة اللي هي شعبة الأجهزة الكهرومنزلية تستقطب عملية التصدير. من هذا المنبر نحن نشجع الإنتاج المحلي ونحط على المستهلكين اقتناء إنتاج محلي، وخاصة أنا نشوفه في الإنتاج المحلي تاعنا هذا راهو رايح ذو جودة عالمية ما شاء الله، وهنا نشوفه فيه رايح للتصدير.